طلابي الأعزاء، طلاب وطالبات توجيه 2008، أهلا وسهلا فيكم من جديد. معي أنا الأستاذ عمر ملكاوي، ومكمل معكم إن شاء الله شرح الفصل الدراسي الأول مجانا. الشرح بنزل تباعا على اليوتيوب كل أحد وأربعة الساعة 5، وأيضا للناس اللي راح يشتركوا في البطاقة في الفصل الثاني راح يلاقوا أيضا الشرح متوفر على البطاقة، شرح الفصل الأول إلى جانب شرح الفصل الثاني. طبعا ملاحظة صغيرة أنه في بعض الدروس راح أقوم بإعادة تصويرها، لأنه يعني صار في هناك اختلافات بسيطة، لأنه في البدايات كنت أصور على النسخة التجريبية اللي أول ما أعلنوا عنها الوزارة، لكن بعد هيك نزلوا النسخة النهائية، فكان في هناك شوية فروقات. فهذه الفروقات بالشرح إن شاء الله راح نرجع نعيد تصويرها، وراح تلاقوها إن شاء الله متوفرة مباشرة. الآن زي ما بتعرفوا إحنا موجودين في الوحدة الرابعة Inside Story، شرحنا الحفظيات، شرحنا القطع كاملة، وأيضا شرحنا السبيكينج، والآن راح نبلش شرح القواعد. الآن في ملاحظة بدي أنبه عليها، أنه يعني كثير منكم طلبوا شرح القواعد، ومن يعني من فترة قاعدين بيطلبوا شرح قواعد الوحدة الرابعة، مع أنه المعظم خلينا نحكي، يعني بدي أحكي 80% من الطلاب لساتهم بالوحدة الثالثة، وفي ناس ممكن بلشوا بالوحدة الرابعة، لكن في ناس طايرين بالوحدة الرابعة. أنا لاحظت في ناس درسوا الوحدة الرابعة شلفقة، فهذا الشيء ما بزبط. الوحدة الرابعة مهمة جدا وحفظياتها كثير، زي ما شفتوا في البداية كان في كثير حفظيات قطعها بدها تركيز وبدها يعني دراسة جيدا. أيضا السبيكينج، في مهارة السبيكينج برضه بدنا ندرسها بشكل جيد، فبالتالي ما بزبط أنه أدرس أن هذه الوحدة شلفقة بأسبوع أخلصها، هذا الحكي ما بزبط. فبالتالي إحنا ماشيين بنسق معين، يعني إذا لاحظتوا من بداية الفصل إحنا بننزل ثلاث حصص، كنا بالأول أسبوعيا ننزل، بعدين صرنا ننزل حصتين على أساس يعني تلحقوا الشرح، ما أكون يعني مقدم كثير عنكم ونظلنا ماشيين سوية، لأن إحنا موجودين في الوحدة الرابعة. معظم الطلاب يعني ممكن بدهم يبلشوا بالرابعة حاليا، فبالتالي هذا الوضع الطبيعي، ما تستعجلوا، الوقت طويل. برضو في كثير طلاب بيطلبوا الوحدة الخامسة، صبركم، لسه الوقت معنا طويل، لسه إحنا امتحاناتنا بنهاية 7، فبالتالي معنا وقت طويل إن شاء الله نشرح كل شيء وبالتفصيل، ما تستعجلوا. المهم إنكم تدرسوا بتركيز، هذا المهم، مش المهم إن أنا أخلص الوحدة وخلاص، لا، المهم أنه أنا أدرس الوحدة بتركيز، أطلع منها فهمها ويعني حافظ كل شيء فيها، فهم كل القطع، فهم كل القواعد، مش بس أدرس شلفق بس عشان أعد وحدات، هذا الحكي ما بزبط. فخليكوا يعني متأنيين، ويعني ما تطلعوا من الوحدة إلا تكونوا متأكدين 100% أنكم فاهمين كل شيء فيها، تمام؟ طبعا احنا مجرد ما خلصنا الوحدة الرابعة ان شاء الله راح نبلش شرح بالوحدة الخامسة. كنا متأملين انه يعني يخففوا من المادة شوي ويحذفوا شوي من الوحدة الخامسة، لكن للأسف لحد الآن ما في اشي، ويبدو انه ما في اي تخفيف، لانه خلاص احنا صرنا بشهر 12، فبالتالي يعني لو بدهم يعلنوا كان اعلنوا. بالإضافة انهم نزلوا اللي هو نسخة منهاج الفصل الدراسي الثاني، ونفس الشيء يحتوي على 5 وحدات، فهذا أتوقع يعني مؤشر أنه خلاص ما في أي حذف للوحدة الخامسة أتوقع. فبالتالي إحنا مباشرة إن شاء الله راح نبلش فيها، نجهز الدوسية ونبلش فيها، وطبعا نفس الشيء راح نبعثها على الجروب الواتساب، وأيضا نبعث الشرح تباعا، تمام؟ فخلونا الآن نبلش بموضوع القواعد. الآن في عنا قاعدتين هون في هذه الوحدة. القاعدة الأولى اللي هي narrative tenses، اللي هي أزمنة السرد أو أزمنة الرواية، وأيضا في عنا الانعكاس السلبي، قاعدة لحال إن شاء الله رح نشرحها في الدرس القادم. طيب نبلش بأزمنة الرواية أو أزمنة السرد اللي هي narrative tenses. هذه الأزمنة هي الأزمنة الماضية باختصار شديد. الأزمنة الماضية هي الأزمنة اللي أنا بستخدمها في الرواية أو في السرد القصصي. أنا لما بدي أحكي قصة صارت، بدي أحكي رواية صارت، بدي أحكي حكاية صارت، أنا بستخدم أزمنة إيش؟ بستخدم أزمنة الماضي. بشكل أساسي بستخدم الزمن الماضي البسيط، الماضي التام، والماضي التام المستمر. لأن الماضي البسيط والماضي التام هذول شرحناهم بالوحدة الأولى، وأكيد يعني معظمكم ممكن حضر الشرح
اللي موجود على اليوتيوب. فبالتالي هذول الزمنين احنا اصلا شرحناهم. الزمن الثالث هذا لسه ما شرحناه، راح نشرحه هون. طبعا راح نستذكر اللي هي الزمنين الاخرين اللي هو الماضي البسيط والماضي التام. طيب اول شيء شو بيحكي لنا؟ when we are telling a story، لما احنا قاعدين بدنا نخبر قصه، بدنا نحكي قصه about the past، قصه عن شيء صار في الماضي. فبالتالي we usually use، احنا عاده شو بنستخدم؟ نستخدم past simple اللي هو ماضي، تمام، ماضي بسيط. شو كمان نستخدم؟ نستخدم for the main events، يعني احنا بنستخدم الماضي البسيط هذا لايش؟ للاحداث الرئيسيه، المين ايفنتس. يعني لما يكون الحدث حدث رئيسي بالقصه انا بستخدم له ماضي بسيط. ايضا نستخدم الباست بيرفكت سيمبل اللي هو الماضي التام العادي، والماضي التام المستمر هذا الجديد، تمام، اللي بهاي الوحده. هذول بستخدمهم to provide background information to those events، يعني عشان اعطي معلومات، هاي المعلومات معلومات أساسية، أزود يعني وأنا أحكي بالقصة أزود بمعلومات أساسية عن هذه الأحداث، عن هذه الأحداث اللي هي الأحداث المين، تمام، الرئيسية، تمام تمام أوكي. فإذا لما نحكي قصة في الماضي نستخدم الماضي البسيط عادة هذا للأحداث الرئيسية، اوكي، ونستخدم الماضي التام العادي والتام المستمر عشان ايش؟ عشان نعطي معلومات اساسيه عن هذه الاحداث. طيب فاذا احنا بنستخدم ماضي بسيط، هذا اول زمن، هذا ماضي بسيط بستخدمه للاحداث الرئيسيه. نستذكر الماضي البسيط اللي هو عباره عن الفيرب تو اللي هو التصريف الثاني من الافعال. كيف قلنا بنعمل الماضي البسيط للي متذكر بشرح الوحدة الأولى؟ قلنا هو يعني الأمر بعود للفعل، إذا كان الفعل منتظم بضيف له إيدي في الماضي، وإذا كان غير منتظم بيكون له تصريف آخر، بده يكون حافظ هذا التصريف، تمام؟ طيب بالنفي، بالنفي بنستخدم didn't زائد فعل مجرد، هذا هو الماضي البسيط. أنا بستخدمه لشيء بدأ في الماضي وانتهى في الماضي، ما له أي أثر حاليا، ما استمر بالماضي، فقط بدأ في الماضي بفترة وانتهى بنفس الفترة. فإذن هو verb 2 ماضي بسيط، إذا منتظم ED، وإذا غير منتظم بيكون له تصريف مختلف، وفي الماضي didn't زائد فعل مجرد، تمام تمام. نيجي الآن على الماضي التام والماضي التام المستمر. الماضي التام العادي أيضا إحنا شرحناه بالوحدة الأولى، شرحناه بالتفصيل الممل، كان له درس منفصل فيديو لحاله، بتقدروا ترجعوا على الوحدة الأولى وتشوفوا درس الماضي البسيط ودرس الماضي التام. للتذكير، الماضي التام هو عبارة عن had وبعديها verb 3، لأن فكرة الverb 3 زي فكرة الverb 2، حسب الفعل منتظم بروح بضيف له إيش؟ بضيف له ED، وإذا كان غير منتظم بيكون له تصريف، هذا التصريف بده يكون حافظه، تمام؟ فإذا الأفعال لما يكون الفعل verb 1، تمام، هاي الأشياء أنا بتوقع أنكم تعرفوها، خلص أنا بفترض أنكم تعرفوها لأنه أشياء مرت معانا بالوحدة الأولى كثير يعني، وشرحناها وحلنا عليها أسئلة كثير. الآن لما يكون الفعل verb 1 في منه verb 2 في منه verb 3، الآن الverb 2 والverb 3 بعملهم بنفس الطريقة، أنه إذا كان هذا الverb 1 منتظم بروح verb 2 verb 3 بضيف له ED، وإذا كان غير منتظم بيكون له تصريف آخر شكل آخر. يعني مثلا الفعل play verb 1 هذا الفعل منتظم، فالverb 2 والverb 3 منه بيكون بإضافة ED فبصير played played، بينما الفعل write هذا الفعل غير منتظم، فأنا لما بدي أعمله verb 2 أو verb 3 هون في شكل مختلف، فبالverb 2 اللي هو wrote وبالverb 3 اللي هو written. الآن الverb 2 هذا بستخدمه في الماضي البسيط، والverb 3 وين بستخدمه؟ في الماضي التام، اللي هي القاعدة تتكون من had وبعديها verb 3 اللي هو الفعل التصريف الثالث. طيب إذن هذا في حالة الجمل المثبتة. في حالة لما تكون الجمل المنفية اللي هو الهاد بصير hadn't، بس بضيف لها not وبعديها verb 3. وفي حالة الأسئلة، أول شيء إذا كان سؤال WH question اللي هو سؤال معلومات، فبهاي الحالة ببلش بأداة السؤال what where when إلى آخره، بعدين had، بعدين الفاعل، بعدين الفعل لازم يكون إيش؟ لازم يكون verb 3. وإذا كان سؤال yes or no question هون ببلش بهاد، بعديها الفاعل،
وبعديهم الفيرب 3. كل هاي السواليف حكيناها بالتفصيل الممل في الوحدة الأولى هون فقط للتذكير. الآن الفانكشنز تبعته، احنا we use the past perfect simple to talk about، يعني احنا بنستخدم الفعل الماضي التام عشان نحكي عن اول شيء نحكي عنه اللي هو the duration of states before a specific point in the past، يعني مدة، تمام، مدة الأحداث أو مدة الحالات، تمام، قبل a specific point in the past، يعني قبل وقت معين في الماضي، قبل نقطة معينة في الماضي، نقطة، تمام، specific يعني معينة محددة في الماضي، في الماضي. فإذا هذا الشيء صار قبل شيء آخر في الماضي، قبل نقطة معينة في الماضي. فبمعنى آخر إنه في هناك حدثين بصيرن، واحد صار قبل الثاني، أوكي؟ فهذا الماضي التام هو صار قبل حدث آخر، قبل نقطة أخرى صارت في الماضي، قبل موضوع ثاني صار في الماضي. يعني مثلا she had been blind for 20 years when she started her journey. فهي هون هذه عبارة عن حالة، تمام، وهذه الحالة هي تشكل مدة. قديش مدتها؟ 12 سنة، تمام. فهون أنا بحكي عن مدة حالة معينة، تمام، هي كانت تتعرض لها قبل نقطة معينة. وين النقطة المعينة؟ هي started. فهون في عندي verb 2، فهذا الشيء هون صار قبل هذا الشيء، يعني مش هي بدأت بالأول، لا، هي كانت blind for 12 years، كانت يعني عمياء لمدة 12 سنة قبل أن تبدأ رحلتها، تمام، قبل أن تبدأ رحلتها. فقبل ما نوصل لهاي النقطة هي كانت عمياء لمدة 12 سنة، تمام؟ تمام. الاستخدام الثاني function 2 completed earlier actions with a relative with a relevance to the time of the story. إذا عبارة عن أحداث منتهية، تمام؟ أحداث منتهية with a relevance، وهناك يعني هذه الأحداث في إلها علاقة أو صلة to the time of the story، بوقت القصة. إذن أحداث إيش؟ مكتملة، أحداث منتهية، هذه الأحداث، تمام، هي منتهية مكتملة خلاص خالصة. فعشان هيك اسمه past perfect، يعني ماضي تام، تم اكتمل، يعني فهو حدث مكتمل له علاقة بوقت القصة. يعني مثلا he wrote about a spot that he had discovered on the surface of Venus. لاحظوا هون verb 2 كتبت، كتب، تمام، that he had discovered، هون ماضي تام، هون ماضي تام. الآن هذا الحدث هو حدث منتهي، had discovered، اكتشف وخلص، تمام، اكتشف عن اكتشف على سطح Venus، أحد الكواكب، أوكي. فبالتالي هو كتب عن هذه البقعة السبوت اللي شافها that he had discovered، والتي اكتشفها وكمل. فهون الحدث مكتمل وهذا الحدث له علاقة بالقصة. Number three experiences، التجارب that happened before a specific point in the past، والتي حدثت هذه التجارب قبل، كلها بتصير قبل لأنه أحداث مكتملة فبتصير قبل نقطة معينة في الماضي. يعني مثلا لما نحكي by the time he died he had written، لما مات شو كان عامل قبل هيك؟ he had written a lot of letters، كان كاتب. فهون الحدث ايش ماله؟ الحدث مكتمل، مش معقول كتب بعد ما مات، لا، كان كاتب ومكمل خلص. فهون عبارة عن يعني تجارب هو عملها، هذه التجارب حدثت قبل هذا الحدث، هذا الحدث اللي هو الverb 2، قبل ما يصير هذا الشيء، قبل ما يموت شو عمل؟ كتب الكثير من الرسائل. واضح الأمور؟ فدائما الماضي التام هو حدث، هذا الحدث اكتمل وانتهى قبل نقطة معينة في الماضي، قبل حدث آخر في الماضي. هذا أوضح مثال إنه هون كتب وخلص قبل ما يموت، قبل ما يموت، تمام.
طيب شو حكينا بنستخدم مع هذا الزمن مؤشرات؟ حكينا بنستخدم زي after, because, as, before, when, by the time, by, وبعديها زمن في الماضي. ها للتذكير هاي حكيت لكم عنها مرة, نزلت عنها ريلز وحكينا عنها كثير. by دائما by هاي دليل, إذا بعديها ماضي بسيط أو أي زمن في الماضي أي شيء يدل على الماضي, زي هون كانت by the time he died by, وفي عندي verb to في الماضي, فهون بتكون دليل إما على ماضي تام أو ماضي تام مستمر, أوكي اللي هو اللي راح نأخذه بعد شوي. لأن إذا كان بعديها أي شيء بدل على المضارع أو المستقبل إلى آخره, فهون بتكون دليل على إيش؟ دليل على أزمنة المستقبل أياهم اللي بالوحدة الثانية. رجعوا لهم. طيب نيجي على الزمن الجديد, هذا لسه جديد لنج, خلنا نحكي اللي هو past perfect continuous, الماضي التام المستمر. أيضا هذا من أزمنة الماضي اللي بستخدمه أيضا أنا في الرواية وفي السرد القصصي. الآن شكله في الجمل المثبتة بيكون عبارة عن had been ing, وفي الجمل المنفية الهاد بس بصير hadn't بعدين been بعدين ing. وفي الأسئلة إذا كان سؤال معلومات اللي هو ببلش بأداة سؤال زي what where إلى آخره, هون بستخدم الأداة الأول بعدين had بعدين فاعل بعدين been بعدين الفعل بيكون مضاف له ing. في حالة yes or no question نبلش بهاد بعدين الفاعل بعدين been بعدين ing. هذا الشكل, هذه القاعدة وكل القواعد السابقة للتنسز اللي أخذناه تمام بالوحدة الأولى والثانية, أزمنة المضارع أزمنة الماضي وأزمنة المستقبل كلهم أنا لازم الشكل هذا أكون خلاص حافظه في راسي, لازم أكون مخزنه جوا راسي. تمام. فإذا هذا الزمن اسمه اللي هو الماضي التام المستمر, الماضي التام المستمر. أوكي هاد بن وبعدها ينجي. لاحظوا ماضي تام مستمر, وأخذنا إحنا مضارع تام مستمر, وأخذنا أيضا مستقبل تام مستمر. الأزمنة اللي بتكون تام مستمر تام مستمر تام مستمر فهو زمن إيش؟ زمن استمر سواء في الماضي زي هذا أو في المضارع زي المضارع التام المستمر أو في المستقبل إنه سوف يستمر في المستقبل لفترة معينة بعدين ينتهي. الآن دائما بالأزمنة التام المستمر أي زمن فيه تام مستمر هذا بركز كثير على المدة, تمام بركز لي على مدة الحدث إنه استمر لمدة كذا بعدين انتهى, استمر لمدة 3 سنين بعدين انتهى, راح يستمر اللي هو المستقبل التام المستمر راح يستمر لمدة 20 يوم وينتهي وهكذا. تمام فدائما هيك نفهمه عن الأزمنة اللي هو التامة المستمرة بشكل عام. الفانكشن تبعه أول function the duration مدة الأحداث, لأنه دائما بركز أكثر على المدة that began earlier in the past and continued to the time of the story. يعني هذه الأحداث بدأت في وقت مبكر في الماضي واستمرت لمتى؟ استمرت حتى نقطة معينة في القصة لنقطة معينة. إذن بدأ هذا الحدث في الماضي واستمر لعند نقطة معينة بالقصة فهو ماضي تام مستمر, لكن استمر بالأول بعدين تم انتهى, هيك المقصود استمر لفترة بعدين انتهى. أوكي مثال على ذلك he had been studying bird migration for years, كان يدرس 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 عن البيرد migration اللي هي هجرة الطيور for years لمدة سنوات, ظل يدرس لمدة سنوات. أوكي فهون الحدث كان مستمر في الماضي لمدة معينة بعدين انتهى خلاص وقف دراسة عن هجرة الطيور. الاستخدام رقم 2 earlier past processes يعني عمليات في الماضي. تمام هذه العمليات with relevance to the main events يعني إلها علاقة أو صلة بإيش؟ بالmain events بالأحداث الرئيسية للقصة. تمام؟ إذن إلها علاقة بالأحداث الرئيسية للقصة, إذن أشياء صارت في الماضي وإلها علاقة بالأحداث الرئيسية للقصة زي إيش مثلا؟
He had an accident with a pair of scissors. يعني صار معه حادثة. مش هون مش حادث سيارة. هون accident أي حادثة بتصير. أي حادثة بتصير معنا. مش شرط بس حادث سيارة. فصار معه حادثة معينة. إنه إيش؟ هذا الأكسيدنت اللي صار معه. الحادث اللي صار معه. بمقص. That he had been playing with. هذا المقص. شو كان يعمل؟ هون البروسيس، هون العملية اللي صارت. العملية اللي صارت انه كان يلعب فيه يلعب فيه يلعب فيه، صار معه حادثة معينة انه مثلا ممكن جرح نفسه الى اخره. فهون هاي العملية اللي صارت إلها علاقة بالحدث الرئيسي. هذا هو الحدث الرئيسي. الحدث الرئيسي انه صار معه حادثة، ممكن جرح نفسه، ممكن كذا. هذا هو الشيء الرئيسي اللي صار بالقصة. الآن هون هذه العملية اللي استمرت في الماضي التي أدت إلى هذا الشيء، تمام؟ يعني هاي لها علاقة بالموضوع. اللي صار هون لعبه بالمقص له علاقة بإيش؟ بالحدث الرئيسي، أنه صار يعني عمل حادثة فيه. الآن الاستخدام رقم 3. We use the past perfect continuous when we want to focus on the duration. وهذا الإشي المهم، انه احنا بنستخدم الماضي التام المستمر لما احنا بدنا نعمل ايش؟ نعمل فوكس، يعني نركز. لما احنا بدنا نركز على مده الاكتيفيتي النشاط، or when we are explaining a past result. فاذا شغلتين، اما احنا بدنا نعمل فوكس نركز على مده الحدث، او ممكن احنا بدنا ايش نعمل؟ بدنا explaining past result، نشرح نفسر نتيجة ماضية، يعني نتيجة لشيء ماضي نشرح عنه. نستخدم ماضي تام مستمر. زي شو؟ She was tired. كانت متعبة. ليش؟ بسبب شو؟ She had been flying for hours. أول شيء هون قاعد أنا بركز على المدة، إنه هو مسافرة، كانت مسافرة لمدة ساعات. اثنين، هذا الشيء بيشرح لي النتيجة النهائية هون، انها تعبانة. طب ليش تعبانة؟ ها، هذا الشيء بيشرح لي، بيفسر لي هاي النتيجة النهائية. هون عندي النتيجة انها متعبة. طب شو السبب؟ هون السبب. اذا هاي النتيجة وهاي السبب. هذا السبب بيشرح لي هاي النتيجة، بيشرح لي ليش هي تعبانة، لانه كانت طائرة لمدة ساعات. فإذا هون جمع بين شغلتين، تركيز على المدة والتركيز أنه هذا سبب لهذه النتيجة. تمام. الآن بدنا ننتبه أنه we don't use the past perfect continuous with repeated actions. ما بنستخدم الماضي التام المستمر مع الأحداث المتكررة. Repeated actions، الأحداث المتكررة أو الأفعال المتكررة. When we say how many times something happened، يعني لما نحكي كم عدد المرات اللي صار فيها الشيء، اللي حدث فيها الشيء. هون إذا بدي أحكي كم مرة صار مرتين، صار 10 مرات، صار 15 مرة إلى آخره، هون أنا ما بستخدم ماضي تام مستمر. يعني زي إيش مثلا؟ زي هون She had been visiting. هون ما بقدر أستخدم، خطأ أستخدم ماضي تام مستمر. ليش؟ لأنه قاعد بيعطيني عدد 3 times، يعني هي زارت زارته 3 مرات. هون إيش؟ في عندي تكرار، تمام؟ في عندي تكرار، إنها تكرار الزيارة لمدة 3 مرات، في عندي عدد. فأنا لما بدي أحكي كم مرة صار الشيء، صار الشيء هون اللي هو الزيارة صار 3 مرات. لما أنا بدي أحكي كم مرة صار، فبالتالي ما بقدر أستخدم ماضي تام مستمر. بدل ما أحكي 3 times بحكي regularly. She had been visiting him regularly. تمام؟ فبالتالي أنا ما بحدد، يعني لما تكون الجملة بتحكي كم مرة، ها، كم عدد المرات اللي الحدث فيها صار، فهون هذا هو الحدث. وهون أنا حكيت كم مرة صار هذا الحدث. الزيارة هاي كم مرة صارت؟ 3 مرات. في هاي الحالة ما بستخدم ماضي تام مستمر. تمام؟ هاي نوت ننتبه لها. شو بستخدم مع الماضي التام المستمر؟ بستخدم after, because, as, before, when, by the time, by the past. يعني المؤشرات والدلائل المشتركة ما بين
الماضي التام والماضي التام المستمر مشتركة. طب كيف بدي أفرق بيناتهم؟ على الفانكشنز. على الفانكشنز اللي هي الاستخدامات، هي اللي بتخليني أعرف شو لازم أستخدم هون، ماضي تام أو ماضي تام مستمر. أوكي؟ اللي هي الفانكشنز اللي شرحناها قبل شوي. تمام؟ تمام. نيجي على التمارين. طبعا بالكتاب حاطين لنا تمارين بشكل مش طبيعي على هذه القاعدة. تمام؟ ننتبه انه هذه التمارين تجمع الأزمنة الماضية تقريبا كلها، يعني ممكن نلاقي فيه إجابات ماضي بسيط إذا كان الحدث رئيسي. ها إحنا هون قاعدين بنسولف عن رواية قصة، رواية حكاية. لما أنا بدي أروي هاي القصة أو الحكاية بستخدم الأزمنة الماضية، قصة صارت بالماضي فأنا بدي أستخدم أزمنة ماضية مختلفة. طيب الأزمنة الرئيسية اللي بستخدمها في الرواية والسرد اللي هم ماضي بسيط، ماضي تام، ماضي تام مستمر. طب ظل عندي زمن يتيم لحاله هيك ما استخدمناه اللي هو الماضي المستمر. في بعض الجمل راح نلاقي فيها انه نستخدم ماضي مستمر. خلونا نشوف، نغوص في تمارين هذه الوحدة. طبعا تمارين كثير. اول شيء في صفحة 43 تمرين رقم 5 بيحكي لنا Think back which past tense is used in each of the underlined parts. حط لي خط تحت مجموعة من الأفعال وبقول لي بكل بساطة شو هذا الفعل. أول واحد published، بينه past simple أو simple past، سمي اللي بدك إياه، على الجهتين عادي. طيب two was studying، شو هذا الزمن؟ شو هذا الزمن؟ معروف past continuous، ماضي مستمر اللي هو was where زائد verb ing. ثلاث found past simple أو simple past verb to اللي بدك يا سمي. had increased، had زائد verb 3 past perfect، هذولا مبينات اللي دارس وعارف وماشي أموره على السريع بعرفهم. تمرين رقم 6 بيحكي لنا match the underlined phrases and the extracts to the descriptions. طيب في عنا هون جملتين بدنا نوصلهن مع الديسكريبشن تبعهن، الوصف description اللي هو الأوصاف أوكي تبعتهن. طيب الأولى they reported a fake news story about a man who was in hospital after he had been shot at a mine. لاحظ هون في عندي reported verb 2، هاي الملاحظات اللي بدي أخذها، who was verb 2، وفي عندي had been. تمام هذا إيش؟ هذا past perfect اللي هو ماضي تام، shot at a mine. طيب ثاني they later had to admit، had هاي verb 2، to admit that they had been copying، ماضي تام مستمر. The other newspaper for years. لاحظوا مدة for years. طيب فإذا في الجملة الأولى أنا استخدمت ماضي تام والجملة الثانية استخدمت ماضي تام مستمر. طيب أي بحكي لي this is an action in progress in the past. إنه هذا الحدث كان مستمرا في الماضي. أي الحدث منهم اللي كان مستمر في الماضي؟ ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ أكيد ماضي تام مستمر. فإذا هاي أي. This is a completed action. هذا حدث منتهي مكتمل اللي هو الماضي التام. هذا حدث منتهي أو مكتمل. تمام؟ تمام. منروح على تمرين 7 بحكي لنا complete the rules. هو بنكمل إيش؟ rules القواعد يعني. تمام؟ القواعد نكملها by writing past perfect simple or past perfect continuous or both. يعني القاعدة بنشوف هل هي للماضي التام ولا الماضي التام المستمر ولا لكليهما تزبط على الجهتين. Number one we use to make it clear that a past action happened earlier than another past action. يعني بنستخدم كذا عشان نحكي بوضوح، ها to make it clear عشان يكون الأمر واضح بأنه الباست action هذا الحدث الماضي happened حدث قبل إيش؟ another past action، قبل حدث آخر في الماضي. أيها المستخدمها
في هاي الحالة نستخدم القاعدتين اللي هي نحكي both of them، يعني نستخدم ماضي تام وماضي تام مستمر للتحدث عن يعني حدث حدث قبل حدث آخر. تمام. two we use to talk about an earlier completed action، يعني حدث مكتمل، حدث مكتمل. أيام نستخدم حدث مكتمل اللي هو past perfect للحدث المكتمل. تمام تمام. 3 we use to talk about a situation or action which continued، اذا موقف او حدث continued up يعني استمر to a certain time in the past الى وقت محدد او معين في الماضي، هاي مبينه اللي هي past perfect continuous، past perfect continuous. تمام نكملها هون. exercise 8 هون ننتبه في عنا ملاحظتين وهذول اهم ملاحظتين بي يعني بهذا الدرس. اوكي هذول الملاحظتين موجودات عندنا بالكتاب على شكل watch out. طيب نشوف ال watch out، study the watch out. اول اشي بيحكي لنا we use the past perfect continuous، احنا نستخدم الماضي التام المستمر. when we want عندما نريد، to focus زي ما حكينا قبل شوي انه نركز on the length على مدة of an activity مدة نشاط. اذا هذا اول استخدام لما بدنا نركز على المدة على طول الحدث. يعني اثنين نستخدمه ايضا when we explain لما نفسر نشرح a past result نتيجة ماضية. تمام زي ما شرحنا بالفونكشن تبعته زي ما نحكي he was tired كان متعبا as he had been flying for hours، المثال اللي حكينا had been flying for hours. تمام فهون مدة وأيضا هون هذا السبب وهذه النتيجة، النتيجة انه متعب، السبب انه كان طاير لمدة ساعات. يعني هاي بتلخصن للأشياء اللي حكيناها أثناء الشرح. We don't use the past perfect continuous، لا نستخدم الماضي التام المستمر with repeated actions مع أحداث مكررة. When we say how frequently something happened، لما نحكي قديش التكرار 3 مرات 10 مرات إلى آخره، زي هذا المثال اللي حكيناه مسبقا she had been visiting him regularly. هون صحيح يعني بشكل منتظم بس ما حكينا قديش العدد، ما حكينا قديش العدد أنا بزوره 3 مرات 2 10 15 ما حكينا هذا الحكي. تمام إذا بنحكي إنه هون بدل regularly مثلا 4 times 3 times مثلا 10 times هون أنا قاعد بحط عدد وهذا الشيء ما بزبط مع الماضي التام المستمر. أوكي طيب الآن في exercise اللي هو exercise 8 درسنا ال watch out بعدين complete the text with the correct past tense forms. هون نستخدم شكل من أشكال الماضي بشكل عام، ماضي بسيط، ماضي تام، ماضي تام مستمر، ممكن ماضي مستمر عادي. طيب نشوف القطعة هاي موجودة في إيش في تمرين 8 اللي هي archaeologists discover ancient walls، علماء الآثار اكتشفوا تمام ancient walls يعني جدران قديمة. شوف شو القصة before the eastern badia archaeological project، يعني قبل، بما انه قبل ها معناته في اشي صار قبل اشي، قبل المشروع تبع الـ يعني الاركيولوجيكال مشروع الاثري تبع البادية الايسترن ايسترن بادية تمام اللي هو اختصاره EBAP visited the black desert زاروا الصحراء السوداء of Jordan من الأردن. Nobody فراغ explore the archaeology of this large area. إذا قبل ما visited، لاحظوا هون استخدم verb to، قبل ما يزوروا هذه الصحراء، قبل ما يزوروا في إشي صار. اللي صار قبل هذا حدث تام انتهى. تمام حدث تام
فهون شو بدي استخدم؟ Nobody explore the archaeology of this large area. قبل ما يزوروا ما حدا had explored. تمام؟ ما حدا اكتشف. هون هذا الشيء منتهي. فاستخدمنا ماضي تام. Two بحكي لنا ايش؟ Of this large area when the archaeologists started. لما علماء الآثار started verb 2 لما بدأوا بالعمل stones from ancient houses يعني الحجارة من البيوت القديمة فراغ under the ground for more than 8,000 years لاحظوا for more than 8,000 years فهون شو قاعد بركز أنا بركز على المدة فبالتالي هون بستخدم ماضي تام مستمر had been lying تمام had been lying okay okay had been lying بهذا الشكل okay the people who built these houses الناس الذين بنوا هذه البيوت Also, Farag built amazing long walls called kites to catch animals with. هذول الناس ها اللي بنوا وخلصوا بنوا on verb 2 بنوا هذه البيوت أيضا شو عملوا كمان had built بنوا خلصوا ها هون حدث مسبق amazing long walls تمام جدران طويلة مدهشة called kites to catch animals with the walls were many kilometers long and they met at a point هذه الجدران كانت يعني طولها كيلومترات متعددة ممكن 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو and they met verb 2 they met at a point وكانت تلتقي في نقطة معينة Animals that Farag ran away from the people could not escape from this point in the walls. الآن الحيوانات اللي كانت تركض تهرب من الناس could not escape. لاحظوا هون في الماضي could not escape. فهاي الانيمالز هل ركضت وخلصت ولا كانت تركض في الماضي؟ كانت تركض هون بعبر عن استمرارية. Had been running تمام had been running away اللي كانت تركض okay could not escape from this point in the walls archaeologists think that the walls at جبل الخشبية might be the oldest in the world nobody made anything like this before ما حدا عمل هذا الشيء من قبل ما حدا عمل إذن هذا الفعل منتهي معناته had made the kites show that the people who lived verb 2 الناس اللي عاشوا in the black desert شو كانوا يعملوا work together in large teams كانوا بيشتغلوا تمام had been working had been working كانوا يعملون فهون فعل ماضي تام مستمر اوكي يعني كان العمل مستمر لفتره معينه في الماضي in large teams في فرق كبيره to find food much earlier than they expected هون expected verb 2 اوكي فكانوا يعملوا بيشتغلوا ل يعني فتره تمام الان في المراجعة صفحة 52 برضو في عنا مجموعة من التمارين في عنا تمرين اللي هو رقم 4 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets هون نكمل باستخدام إيش الصيغة الصحيحة من الأفعال اللي موجودة بين قوسين They were delighted لاحظوا where verb 2 كانوا مسرورين As they فراغ just solved the puzzle بأنهم إيش بأنهم حلوا خلصوا البازل had just solved
حلوا خلصوا، مش كانوا مستمرين في الحل. تمام، had just solved the puzzle. مصطفى فراغ break his leg last week. مصطفى شو عمل؟ broke، وانكسر وخلص. his leg last week. متى؟ before he فراغ، قبل ما ايش؟ قبل ما يعني يسقط. before he fell he فراغ try to climb. اذا قبل ما يسقط شو كان يسوي؟ كان يحاول يتسلق اعلى الجبل. فهون هاي المحاولة في التسلق كانت مستمرة. he had been trying، كان يحاول أن يعني يتسلق الجبل. قبل متى؟ قبل أن يسقط. 3. the concert was verb 2 was great but when the band، ولكن عندما الفرقة الموسيقية كذا their second song the lights فراغ go out. لاحظوا في عنا when، وهاي وين شو قلنا عنها؟ هاي زمان أخذناها بالماضي المستمر، قلنا هي يعني بالعادة بتربط بين زمنين ماضيين، واحد منهم بيكون verb 2 واحد منهم بيكون إيش؟ ماضي مستمر. هذا الوضع الطبيعي لاستخدام وين، زي هيك زي في هذه الجملة. لأن band هون معناها إيش؟ معناها فرقة موسيقية، فرقة موسيقية يعني تتكون من مجموعة من الأشخاص. فهذه باند ممكن اعتبرها مفرد ممكن اعتبرها جمع. هون انا شو بدي؟ انه هذه الفرقة كانت تعزف، فبالتالي كان الفعل مستمرا في الماضي. هذه الباند ممكن اعتبرها مفرد ممكن اعتبرها جمع، يعني ممكن احكي was او ممكن احكي where، لانه باند مفرد بدون s، ولانه باند تعود على مجموعة من الاشخاص مع بعض البعض ممكن اعتبرها جمع. was or were playing، كانوا يعزفون their second song، أغنيتهم الثانية. لما كانوا يعزفوا شو صار؟ the lights went. هون بستخدم ماضي بسيط، إذن هون استخدمنا ماضي مستمر، هون استخدمنا verb to ماضي بسيط. it was a shame because it's my favorite song. 4. the protesters، ذكرين هاي protesters محتجين. the protesters stand outside the mine for 2 hours when the reporters فراغ arrive. طيب هذول شو كانوا يعملوا؟ كانوا واقفين 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 for 2 hours. فهون أنا بركز على المدة، معناته ماضي تام مستمر. had been standing، ممتاز. when هون تربط بين فعلين، هذا الفعل الثاني بيكون ماضي بسيط arrived. تمام. the airport فراغ closed 2 days ago. 2 days ago. 2 days ago. هاي دليل على ماضي بسيط، فهي closed 2 days ago because someone فراغ phone to say there فراغ be a bad storm coming. ليش سكر؟ لأنه في حدا تمام اتصل وخلص. أكيد ما كانش هون مستمر في الاتصال، اتصل وخلص اكتمل الحدث. had phoned يعني ماضي مكتمل ماضي تام. had phoned تمام. to say there was عشان يحكي انه من be ناخذ was. there was a bad storm مفرد coming. luckily it only a hoax. it was only a hoax. ذكرين كلمة hoax هاي من الحفظيات؟ ذكرينها؟ زيها زي fraud. شو قلنا معناها؟ معناها شيء مزيف او خادع. تمام، كانت خدعة او شيء مزيف شيء مش صحيح. بنروح الآن على كتاب التمارين صفحة 34. زي ما بتشوفوا يعني تمارين كثيرة على هذه القاعدة. بحكي لنا put the sentences in order to make a story. هون هذول الجمل نرتبهن عشان إيش؟ عشان تصير قصة كاملة. طيب أول شيء هون last night I was driving back home. هون بتبلش القصة. last night I was driving back home. أوكي. بعدين شو صار؟ اللي صار بعدين I felt tired as I had been driving all day. يعني شعرت بالتعب لأني كنت سايق طول النهار. ممتاز. بعدين شو صار؟ اللي صار بعدين suddenly. شوف هون صار في تحول. بذكرين قلنا هاي suddenly بستخدمها لما يصير في تحول بالأحداث. suddenly I saw an object in the sky. شفت شيء في السماء. ممتاز. بعدين شو صار؟ I stopped my car.
got out and stood in the road to see what it was. وقفت السيارة، نزلت، وقفت عشان أشوف، وقفت بالشارع أشوف شو اللي صار يعني، تمام؟ بعدين by the time okay هون خمسة اللي صار بعدين، اوكي هون نرجع نرتبهم، هون قلنا واحد، قلنا هون اثنين، وقلنا هون ثلاثة، وقلنا هون أربعة. الآن رقم خمسة، رقم خمسة اللي هو while I was watching the object، لما نزل من السيارة وهو يشاهد الشيء it fell into a field. فهون لما هو راح يشوف الشيء فايش it fell، هذا الشيء سقط في الحقل، فهي بتكون رقم خمسة. ورقم ستة by the time I got to the field، لما أنا وصلت لعند الحقل الأوبجكت كان إيش؟ كان قد اختفى. فهذا هو الترتيب لهذه القصة. الآن في التمرين التالي هون في عنا إيش؟ الرولز للأزمنة الماضية past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. فهو بده يعني إيش؟ بده يعني هذه الرولز نوصلها مع الجمل، يعني نشوف كل جملة إيش الرول تبعها حسب الزمن الموجود في هذه الجمل. طيب نرجع هون، رقم واحد كانت معنا last night I was driving back home، لأن هون شوفي عنا was driving هاي إيش؟ هاي عبارة عن ماضي مستمر، ممتاز. لأن باجي على الماضي المستمر هون the past continuous. هل هذا الحدث كان an action in progress at a specific time، كان مستمر في فترة معينة، ولا an interrupted past action، يعني صار في هناك حدث ماضي تقاطع معه اللي حسب قاعدة الماضي المستمر اللي شرحناها بالوحدة الأولى. هون لا، ما تقاطع معه، فهون حدث كان مستمرا في الماضي، فبالتالي هاي واحد مع أي قاعدة اللي هي هاي، مع هاي القاعدة اللي هي سي، هون واحد، تمام. نروح اثنين، I felt tired as I had been driving، لاحظوا هون ماضي تام مستمر، ماضي تام مستمر، فبالتالي وين الاستخدام تبع الماضي التام المستمر اللي هو هيه. رقم اثنين a situation or an action which continued، تمام، اللي هو continued in the past، ممتاز، past perfect continuous. روح رقم ثلاث، لا رقم ثلاث شو بتحكي؟ suddenly I saw an object in the sky، حدث بدأ في الماضي وانتهى، هذا saw verb 2، تمام، فبالتالي حدث بدأ في الماضي وانتهى، an action started finished in the past، هذا بتكون رقم ثلاث. نروح على رقم أربعة، رقم أربعة شو بتحكي؟ I stopped my car، وقفت السيارة، got out، نزلت منها، stood، ووقفت، لاحظوا ثلاث أفعال في الماضي، فهاي أفعال كلها يعني أحداث صارت وراء بعض، وقفت السيارة، نزلت منها، وقفت بالشارع عشان أشوف، هذا طبعا كل الأفعال هاي في الماضي، فبالتالي هذه أفعال تعبر عن إيش؟ تعبر عن actions which follow each other in a story، يعني مجموعة من الأحداث جاي وراء بعض في القصة، وراء بعض صارن. نروح رقم خمسة، while I was watching the object I fell into a field، لاحظوا ماضي مستمر مع تقاطع مع إيش؟ مع حدث آخر اللي هو ماضي بسيط، فهون تقاطع معه في الماضي المستمر اللي هي an interrupted past action، يعني تقاطع مع حدث في الماضي. طيب بظل رقم ستة اللي هي past perfect، هون by the time I got to the field the object had disappeared، هذا ماضي تام، ماضي تام اللي هو استخدامه هون رقم ستة an action which took place before another، يعني حدث صار قبل حدث آخر، ممتاز. برقم ثلاث هون use the prompts to write sentences in the past perfect continuous، فإحنا نكتب جمل في الماضي التام المستمر، ممتاز. نيجي على رقم اثنين، Nader had ink all round his mouth he chew his pen، فهذا الفاعل he had been، تمام، وهاي شو بعملها ing وبس وبكمل، ممتاز. 3 The central square was underwater. It rained for 5 days. It had been raining. عملناها ماضي تام مستمر وبكمل.
They print fake money. تمام؟ فthey الفاعل had been printing fake money. بكمل. هون he had been وspeak بصير speaking. ماضي تام مستمر. يعني احنا ماشيين على صيغة الماضي التام المستمر. had وبن و ing. تمرين أربعة برضو في الاكتيفيتي بوك. هون نختار الـ يعني الخيار المناسب نكمل فيه هذه الفقرة. لاحظوا الخيارات. هون ماضي تام. هون برضو ماضي تام. had he forgotten. لكن هون هاي صيغة سؤال. لاحظوا had بعدين فاعل بعدين verb 3. هذا سؤال في الماضي التام. had fallen ماضي تام. had he been revising. هون برضو هاي صيغة سؤال لكن ايش بالتام المستمر. وهذا سؤال بالتام العادي. اوكي هون ماضي تام هون ماضي تام. هون had been studying ماضي تام مستمر. had been boring ماضي تام مستمر. had never failed ماضي تام عادي. ممتاز ممتاز. علي was very tired. علي كان متعب. ليش شو السبب؟ هون هاي النتيجة صح؟ هاي النتيجة انه هو متعب. ليش؟ for his English exam all night. شو كان يعمل بما انه متعب؟ شو كان يسوي؟ معناته هو كان مستمر في شيء معين اللي هو had been studying صح؟ he had been studying. هذا السبب انه هو متعب لانه كان يدرس على الامتحان الانجليزي طول الليل زيكم. it فراغ dark for 10 hours. يعني كان الدنيا dark معتمة طول الليل اللي هي had been. it had been dark طول اليوم لمدة 10 ساعات. and now والآن it was getting light طلع الضوء. he took the bus. لاحظوا took verb 2 أخذ الباص ركب الباص to school for many weeks for many weeks لعدة أسابيع. he فراغ about his about this exam. يعني هون بركز على المدة. لمدة أسابيع كان شو هو about this exam كان أكيد قلق عن حول هذا الامتحان. had been worrying about this exam. كان قلق بخصوص هذا الامتحان. he فراغ an English exam before but this one was special. يعني هو قبل ذلك ما عمره في امتحان انجليزي. ما عمره ايش؟ ما عمره اكيد failed. he had never failed. يعني ما عمره رسب بامتحان انجليزي. he had never failed. تمام؟ had never failed an English exam before but this one was special. لانه هذا لكن هذا الامتحان خاص. if he passed اذا نجح فيه he could go to a good college. راح يروح على كلية كويسة جامعة كويسة. he opened the paper. لاحظوا verb 2 فتح الورقة. and looked ونظر. لاحظوا أحداث كلها وراء بعض. at the questions he was shocked. انصدم. he could not understand any of it. ولا قدر يفهم أي إشي مكتوب بالورقة. هون لاحظوا في عنا سؤال. فهون احنا بدي استخدم واحدة من صيغ السؤال. يا هاي يا هاي. قلنا كذا the wrong things. يعني هل كان هو شو بعمل؟ بنسى ولا براجع؟ لا كان براجع. had he been revising. يعني هل كان هو براجع الأشياء الخاطئة بدرس غلط؟ or everything he looked at the night before. ولا هو نسي كل شيء. had he forgotten or had he forgotten everything he looked. ها ولا نسي كل شيء درسه. تمام. then he felt لاحظوا verb 2 something touch his shoulder. حس في شيء يعني لمس أكتافه. he jumped قفز برضو verb 2 أحداث متوالية. and suddenly فجأة هون صار في تحول. he was back in his chair رجع كرسيه. his mother was
shaking his shoulder. كانت أمه يعني تردف على كتفيه. He fell asleep at his desk. شو كان عمل؟ شو عمل at his desk؟ Fallen asleep. Had fallen asleep. يعني نام على المقعد. كان يحلم. تمام؟ فهو هون يعني باعتبار كان يحلم. طيب تمرين 5. Complete the sentences with the correct past perfect symbol or past perfect continuous. فهون احنا بنستخدم يا past perfect العادي او ال past perfect المستمر. بالاول جملتين بنستخدم الفعل play والجملتين الثانيات بنستخدم الفعل eliminate. طيب بالجملة الاولى استخدم ماضي تام مستمر. بالجملة الثانية Hanan's music player nearly 200 songs when the battery ran out. لما خلصت البطارية كانت ايش؟ كملت حوالي 200 أغنية. فماضي تام عادي معناته had a played. قبل البطارية ما تخلص. طيب eliminate the police officer from all other suspects when he arrested. لاحظوا لما هو تم اعتقاله arrested the criminal لما تم اعتقال المجرم شو كان هذا البوليس اوفيسر؟ كان خلص all the other suspects. تمام معناته had eliminated قضى على كل الشبهات. تمام لان the police officer هون بستخدم ماضي تام مستمر اللي هو had been eliminating. ممتاز. نيجي على تمرين 6. تمرين 6 بقول لك take the correct sentences then rewrite the remaining sentences to make them correct. بدنا نحط صح على الجمل الصحيحة الكوركت ونعيد كتابة الجمل المتبقية اللي فيها أخطاء عشان نصححهم. الجملة الأولى صحيحة. الجملة الثانية by the time we opened the door the noises already stopped. لاحظوا by the time we opened my verb to هون معناته لازم استخدم بهذه الجملة ماضي تام أو ماضي تام مستمر. The noises already stopped. هون في نقص في هذا المكان لازم أحط had. Had already stopped. كانت قد توقفت. ممتاز. 3. The other day I was talking. لاحظوا ماضي مستمر. I was talking to a man who said he had seen ماضي تام. هون ماضي مستمر هون ماضي تام. He had seen a famous footballer in our street. الجملة ما فيها أي مشاكل. الجملة صحيحة. 4. Suddenly I was hearing. أيوة. هون الناس الدريسة بتعرف وين الغلط الموجود هون. So I was going. هون ماضي مستمر. Upstairs and opening the door to the attic. شو رأيكم؟ الجملة خاطئة. بس وين الغلط؟ الغلط هون بكلمة hearing. هاي شو حكينا عنها؟ هاي حكينا عنها انها state verb. وهذا state verb ما بستخدمه مع الأزمنة المستمرة. فبالتالي هاي خطأ. شو لازم تكون؟ لازم تكون heard. تمام؟ heard بالماضي بعملها وليس ماضي مستمر. 5. 5. تمام؟ the hikers had been walking in the mountains for 6 hours. لاحظوا مدة for 6 hours when they saw عندما رأوا تمام something strange. فهاي الجملة صحيحة ما فيها أي مشاكل. 6. Number 6. While he was performing. لاحظوا في عنا while وهون ماضي مستمر وهون had forgotten. طبعا هذول ما بيجدنش مع بعض لأن while هاي بتجمع ماضي مستمر مع هون لازم يكون ماضي بسيط. تمام هذا الحدث تقاطع مع هذا الحدث يعني أثناء ما كان يؤدي على المسرح الفنان نسي شو بده يحكي. فهون لازم أعملها forgot. تمام نعملها ماضي. هون نفس الشيء while. تمام I rode a boat across the sea a large dolphin suddenly appeared. هون الverb to موجود معناته هذا الفعل هون. تمام لازم أعمله ماضي مستمر اللي هو I تأخذ was وهون rowing. تمام while I was rowing. اوكي تمام معلش التمارين كثيرة في هذه القاعدة فبالتالي يعني الفيديو طويل شوي لكن يعني مضطرين نحل كل الأسئلة عشان
تكون مفهومة بالنسبة لكم. 7. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in the brackets. هون نكمل الجمل بالأزمنة الصحيحة بالأفعال الصحيحة. 2. There was a strong smell. في يعني كان هناك لحظة هون verb 2. كان هناك في رائحة قوية because someone cook fish. لأنه إيش؟ كان في واحد قاعد بطبخ 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 بطبخ. فبالتالي هون had been cooking. هذا الحدث إيش؟ تام مستمر، كان مستمرا في الماضي قبل أن ينتهي. 3. Loud music, frog play, and the guests were dancing. كانوا إيش؟ were dancing. هون ماضي مستمر. ف loud music الموسيقى العالية هاي شو كانت؟ كانت تعزف. والزوار كانوا يرقصوا or chatting to each other أو كانوا يعني يحكوا مع بعض. فالحدثين صار مع بعض أثناء الموسيقى ما هي شغالة هم كانوا يرقصوا. فهون loud music تمام was playing كانت يعني تعزف. فبالتالي أثناء ما كانت تعزف برضو هم كانوا يرقصوا. الحدثين صار مع بعض. ركان فراغ wait all week for the chance to play football with his friends. فركان كان يستنى تمام كان يستنى فترة طويلة had been waiting. فلاحظوا هون كمان عندنا all week تمام all week all وبعديها زمن. فاستمر الحدث هاي المدة لمدة أسبوع استمر اللي هو الانتظار. While they frog dance, there was a power cut. لاحظوا هون في عندي verb 2. فهم أثناء ما كانوا يرقصوا تمام هون ده استخدم ماضي مستمر. They تأخذ where وداس مضيف لها ing dancing تمام. While they were dancing, أثناء ما كانوا يرقصوا, there was a power cut and the music stopped. يعني لاحظوا كمان هون كمان verb 2 إنه الكهرباء قطعت والموسيقى توقفت. هذا interrupted هون. تمام صار في تقاطع أثناء ما كان يرقصوا تقاطع مع حدث آخر إنه الكهرباء قطعت. They lit some candles and then everyone sit in a circle and told the stories. تمام and then لاحظوا and then they lit some candles and then everyone should يكون sat verb 2 تمام verb 2 in a circle and told. ولاحظوا هون verb 2 فدائما and هي عبارة عن ميزان. أنا من هون ممكن أعرف لأنه and دائما عبارة عن ميزان قبلها زي بعدها. فبالتالي هون لأنه عندي verb 2 هون كمان لازم يكون عندي verb 2. واضحة الفكرة؟ تمرين رقم 8. Complete the story with the correct forms of the verbs from the box. لأن في عندي أفعال هون بالمربع بدنا نعملهم بصيغتهم الصحيحة ونحطهم هون في هذه الستوري. عباس عقل. The mystery of عباس عقل. تمام. أول واحد موجود اللي هو came. فهاي came استخدمنا. طيب. It was about قد نقرأ من البداية. I was reading. لاحظ ماضي مستمر. A newspaper the other day when I came across a fascinating story. عثرت على قصة رائعة. It was about a cleaner. هذه القصة كانت عن يعني عامل نظافة. هو فراغ in mysterious circumstances. يعني صار معه إيش؟ circumstances ظروف. وهذه الظروف ظروف مالها غامضة. تمام؟ صار معه ظروف غامضة. طيب شو الفعل المناسب اللي استخدمه هون؟ هل نستخدم disappear, do, find, leave, organize إلى آخره؟ طيب الآن هذه القصة كانت عن هذا عامل النظافة in mysterious circumstances في ظروف غامضة. شو صار معه؟ صار معه إنه اختفى disappeared. تمام؟ هو disappeared واختفى في ظروف غامضة. تمام؟ بالماضي. عباس عقل فراغ at the East Hotel for exactly 25 years. لاحظ قديش لمدة 25 سنة كان يشتغل في هذا الفندق. معناته هون شيء مستمر. تمام on the day he vanished في ذلك اليوم بعد 25 سنة هون انتهى الحدث. فهذا ماضي تام مستمر بده يكون.
حددنا انه هون بدي لازم ماضي تام مستمر. طيب ايش الفعل المناسب اللي استخدمه؟ الفعل المناسب انه هو في هذا الفندق كان يشتغل، تمام، هاي استخدمناها. الان هون كان يعمل work، فبحكي had been working في هذا الفندق لمدة 25 سنة، تمام. He was a popular with everyone، كان مشهور معروف من الكل. And he always، وهو كان دائما، لاحظوا فاعل always فراغ. He always كان his job well، كان دائما ما يقوم بعمله بشكل جيد، تمام، كان يؤدي عمله يعني على أكمل وجه. ف he always do اللي هي الماضي منها did، فهون يعني شيء عادي في الماضي. Okay، he always did his job well. His staff أو the staff، الطاقم، طاقم العمل، طاقم الفندق، a surprise party to celebrate Abbas's work anniversary، كانوا عاملين حفلة مفاجأة حتى يحتفلوا بعمل عباس بالذكرى، يعني الذكرى السنوية زي ما نحكي لعمل عباس، تمام. فهم شو عملوا، شو هاي البارتي، هم إيش عملوا، organize يعني نظموا حفلة. اوكي، نظموا حفله، فهون بستخدم ايش، فعل ماضي تام، نظموا وخلصوا. هي staff had organized a surprise party to celebrate Abbas's work anniversary، تمام. everyone فراغ for him in the dining room when the hotel manager stood up، لاحظوا هون وقف المانجر، هون verb 2، وهون عندي when. when إجا بعديها verb 2، قبليها شو بدي يجي، بدي يجي ماضي مستمر، ممتاز. الآن هم شو كانوا يعملوا في الدايننج روم، كانوا يستنوا فيه اللي هي إيش، wait. ف everyone، تمام، كل حدا منهم was waiting، كانوا يستنوا فيه. و عندما قام مدير الفندق stood up 7 on the microphone and announced that، إذا هو وقف كذا بالمايكروفون و announced، لاحظوا and announced، كل هاي أحداث في الماضي وراء بعض جاية، وقف بعدين شو عمل، وقف بعدين عمل switch، switched on the microphone، switched on the microphone يعني شغل المايكروفون. فهذا أول حدث، لاحظوا كلهن بالverb 2 بدهن يكونن، لأنه أحداث هاي كلها متتالية. وهون الحدث اللي بعديه اللي هو announced، أحداث متتالية، لما يكون في عندي أحداث صارت كلها وراء بعض بستخدم verb 2 فيهن، تمام، تمام. and announce، شو أعلن، أعلن أن عباس couldn't be found anywhere، أعلن أن عباس مش موجود، يعني لا يمكن إيجاده ولا بأي مكان، ضاع الزلمة. while everyone كذا the dining room the rumors began، لاحظوا هون verb 2، الإشاعات بلشت تطلع، وهم قاعدين يعني هم موجودين في الدايننج روم صارت الإشاعات تطلع. لأن هون بما أنه عندي verb 2 وعندي while، هون بدي إيش، ماضي مستمر، اوكي، ماضي مستمر. فلما كل واحد كانوا ايش يغادروا، هون نستخدم leave، was leaving the dining room، بينما كانوا يغادرون الغرفه ايش صارت الاشاعات تطلع. some said، بعضهم قال بانه هي فراغ a lot of money in a hotel room and gone to the Caribbean، تمام. بعضهم صار يطلع اشاعات بانه ايش، بانه هو وجد كثير من الطعام في أحد غرف الفندق وفل فيهن. فهون إنه وجد had found، حدث منتهي. someone said، وشخص حكى إنه he فراغ a job at a bigger hotel، برضو هاي من الإشاعات اللي طلعوها بأنه هو حصل على وظيفة في فندق كبير. ف had taken، يظل الفعل take، had taken a job at a bigger hotel. عباس was never seen again، عباس لم يرى مرة أخرى، ظلت قصته غامضة، وين رأى عباس ما بنعرف.
نمبر 9، آخر تمرين معانا، يعني مجموعة كبيرة من التمارين زي ما شفتوا، ويعني الفيديو طلع طويل شوي، لكن لأنه يعني التمارين كثيرة على هذه القاعدة. هون بقول له use the prompts to write questions about the story in exercise 8. الآن القصة اللي قرأناها تبعت عباس نكتب عليها أسئلة. شو ما نستخدم؟ نستخدم past perfect simple و past perfect continuous. صيغ السؤال، ها ننتبه، بدنا نعمل أسئلة، صيغ سؤال. لاحظوا هون how long، مدة، بما أنه مدة شو بستخدم؟ بستخدم ماضي تام مستمر، had been working. هون how the staff planned to celebrate، فهون إنه كيف كان الطاقم بيخططوا للقيام بالاحتفال. الآن بستخدم how أو أداة السؤال، طبعا كيف كانوا يخططوا لأنه إيش؟ يعني كان الحدث مستمر، فماضي تام مستمر. How had، بعدين الفاعل اللي هو the stuff، been، بعدين ing planning to celebrate. تمام. How had the staff been planning to celebrate? 3. What happened to Abbas? هنا إيش اللي صار وخلص لعباس؟ معناته تام. What had happened to Abbas? تمام. What had happened to Abbas? تمام. الآن go to go the Caribbean. لاحظوا هون مش حاطه لي اداه سؤال زي هذول، معناته هون yes or no question. ده بلش بهاد، هاد عن مين مثال؟ عن عباس. هاد هي او عباس، والتصريف الثالث من جو جن، هل راح وخلص على الكاريبيان؟ هون هي من الشائعات اللي صارت تطلع عليه، وهون نفس الشيء، مش مبلش باداه سؤال، ما في عندي اداه سؤال، برضه بدي أبلش بهاد. هاد برضو عباس أو هي، get بصير got، job، in مثلا هون نحكي in a bigger hotel. تمام. فاستخدمت ماضي تام اللي هو عبارة عن had زائد الفيرب 3. اوكي اوكي. ضل عندنا شيء اخير هون نحكي اللي هو موجود عندنا في تمرين 10، write a paragraph، مطلوب منا نكتب فقرة. تمام. هذه الفقرة to complete the story in exercise 8، انه نكمل فيها القصة، قصة عباس اللي بالتمرين 8. explaining what happened to عباس، انك تشرح فيها، ها تشرح فيها ايش اللي صار مع عباس بالضبط. القصة غامضة، تمام، القصة غامضة، فبالتالي انت هون بدي اياك انت تحرك خيالك، تقول ايش اللي صار مع عباس بالضبط، وين راح، وين اختفى الزلمة. تمام. فبدك تجمع افكار، تتخيل القصة وين ممكن يكون راح عباس. اوكي. فبدك تكتب هذه الفقرة حتى تستكمل القصة. حاولوا تكملوها من عندكم، شوف خيالك وشوف افكاركم وبعثوا لي، شوف يعني وين ممكن يكون راح عباس، الزلمة هذا راح واختفى. تحت هون في عنا مجموعة من الأسئلة المقترحة، تقدروا إيش تدربوا عليها، والإجابات موجودة أمامكم. هيك بنكون كملنا شرح القاعدة الأولى الموجودة معنا في هذه الوحدة، قاعدة متعبة، ممكن أطول فيديو يعني لحد الآن عملناه، لكن يعني بسبب كثرة التمارين الموجودة في الكتابين. إن شاء الله بتمنى يكون الشرح مفهوم بسيط سهل، وإن شاء الله نلتقي بالدرس القادم وشرح القاعدة الثانية. الله يعطيكم الصحة والعافية.